مباشرة مستمعينا نبدأ أولى فقرتنا دائما فقرة تغذية نظرا للأهمية ديالها. كيف ما كنقولوا دائما التغذية هي المفتاح ديال الصحة ديالنا. وصلنا لواحد الوقت اللي كلنا عارفين بأن الأشياء اللي كانت ناولوها أو الوجبات اللي كانت ناولوها أو الأطعمة اللي كانت ناولوها كتحدد مصيرنا الصحي. فأكيد مجموعة من المواضيع اللي تنحاولوا رفقة ضيفتنا أسماء زريول نقشوها معكم حتى أن مستوى الوعي ديالنا يترفع أو يكون مرتفع عفوا. فالوعي أن شي حويجات كنديروهم ممكن يتسببوا في مشاكل كثيرة مهم جدا، خصوصا الأشياء اللي هي كندوزوا عليها مرور الكرام. اليوم غنتكلموا على التسمم المائي. شنو تنقصدوا بالتسمم المائي؟ سؤال غتجاوبنا عليه ضيفتي أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية. صباح الخير أسماء. صباح النور حليمة، صباح النور الجميع. صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بك أسماء، دائما سعيدة بالتواصل معك. مرحبا حليمة، مرحبا بجميع المستمعين الأوفياء خصوصا لهذا الفقرة. أيه مرحبا بك. لا أسماء، كنا نسمعوا على التسمم المائي. ملي تنقولوا التسمم المائي تمشي بالنا مباشرة بأن الماء هو اللي تحتوي على سموم أو لبعض العناصر السامة، في حين أن شنو تنقصدوا بالتسمم المائي يا أسماء وشنو بغينا نوصلوا اليوم للمستمع الكريم؟ نعم، فبالنسبة للتسمم المائي هو علاش حنا اختارينا نتكلموا عليه الان، اولا لان هذا كاين ارتفاع يعني شديد واستثنائي في درجه الحراره. هذا الارتفاع الاستثنائي والشديد في درجه الحراره كيخلي الناس يتعاملوا يعني يحتاجوا الماء بطبيعه الحال كما كنحتاجوه دائما، ولكن غيحتاجوه بطريقه عاوتاني استثنائيه. نعم صح. وقعوا حوادث يعني متفرقه اللي تم القاء عليها الضوء مؤخرا في العالم، هو ان يعني من وقت لاخر كنسمعوا ان واحد الشخص ولو طفل شرب الماء ومن بعدها مثلا توفى مباشره عفوا او دخل في غيبوبه. نعم. فهذه تعودنا الان اننا كنسمعوها. وبغينا نشرحوا شنو تيوقع. اول حاجه كما قلتي التسمم المائي راه ما كنعنيوش بان عفوا الماء نفسه هو اللي غادي يسبب لينا في هذا التسمم، ولكن كمية الماء، طريقة الماء وتوقيت الماء هو اللي كيخلينا نقدروا نتصابوا بهذا المشكل ديال التسمم. بحيث ان التسمم المائي هو ديك اللحظة يعني كيفاش كيوقع لينا، هو ديك اللحظة فاش كيكون الانسان عطشان ولا عطشان لان درجة الحرارة مرتفعة او لا ايضا لان مرتفعة وهناك يعني مارس واحد الانشطة نعم رياضية اللي عطشاتو بحال الجري ولا اي نشاط من الانشطة الرياضية. نعم هنايا في هاد اللحظة هادي شنو تيوقع؟ كيوقع ان الانسان كيعطش وبالضبط توقع عند الناس اللي كيكون مثلا انصرفوا في الماء وكيمارس مثلا نشاط رياضي وتيكون العطش مضاعف، يعني احساسه بالعطش يكون مضاعف. تماما، كيكون الاحساس مضاعف بمجرد ما تيلقى الماء كيبقى يشرب احيانا حتى دون توقف واخا اولا كيشرب دفعات كبيره على في اوقات متقاربه. فشنو تيوقع؟ فسبحان الله العظيم حتى حنا في السنه ديالنا تيقول لك خصنا نشربوا ثلاثه اول مره اول يعني اول ما كنبغيو نشربوا الماء كنشربوا ثلاثه المرات يعني شويه ديال الماء ثلاثه ديال المرات. فهنا شنو تيوقع؟ كيوقع ان الجسم ديالنا كندخلوا له كميه كيكون في واحد الحاله اللي هو كيجاهد من اجل ترطيب الجسم من اجل اخراج الماء في واحد يعني من اجل احتفاظ بالماء ديالو من اجل عند فيه واحد درجه حراره معينه. في لحظه كنجيو حنا كنشربوا الماء و يعني كنغيروا من الحاله الفيزيولوجيه ديالو في دقيقه. هناك ناس لا تستجيب، هناك اللي كيوقع هادشي كله كيشرب الماء وما كيوقع له حتى حاجه لان الجسم ديالو عنده قابليه للتاقلم مع لا سيتياسيون،
وكاين اللي غير كيشرب بهذه الطريقه كيطيح يعني في غيبوبه. علاش؟ لان ديك انا ملي كنشرب كميه كبيره ديال الماء في ديك الوقت القصير راه الكلاوي ما تيقدروش يخرجوا داك الماء. يعني ما تيتمش تصريف الماء الزائد يعني على الكليتين او لا من الكليتين. نعم تمام. ما تيقدرش لان خاصنا نعرفوا ان الجسم دائما ملي كتعطيه الماء راه ما كيحتفظش بالماء كله اللي شربنا، راه كياخذ الكميه اللي هو احتاجها وكيحيد الكميات اللي ما احتاجش ليها. فملي كنشربوا داك الماء كله شنو تيوقع؟ الكلى بحال كتبلوكا ما كتقدرش تخرج ديك الكميه كامله ديال الماء. شنو تيوقع؟ يعني بحال كتوقع واحد الشوط ولا صدمه كيخلي الانسان يعني يطيح في غيبوبه نتيجه لرد فعل الجسم على الحاله اللي حسناها فيه. نعم. ف يعني هذا هو الامر وما فيه. نعم. فعلى ما يظهر من بساطه ان الكلى صافي ما قدرتش تصرف هذاك الماء اللي زايد وصافي، ولكن هذا الشيء راه كينتج عليه راه الموت اعراض، كينتج عليه مجموعه من الاعراض. ومجموعة من المشاكل ملي كيكون أو ملي كيكون الضغط على الكلي. تنعرفوا بأن الكلي أسماء ممكن تصرف يعني نحو لتر واحد من الماء في كل ساعة، فإلى عطيتيها أكثر يعني كيصعب عليها تصريف الماء الزايد من الجسم ديالنا. نشربوا الماء كيف ما قلتي هي حاجة مهمة جدا ومفيدة بطبيعة الحال، ودائما من خلال الفقرة معك أسماء تنوصيو دائما نفوسنا وكنوصيو الناس على شرب الماء، لكن ممكن شرب الماء كيف ما لاحظنا معاك يكون عنده تأثير سلبي إلا كانت الطريقة غلطة وإلا كانت الكمية كبيرة. كيف ما قلتي الناس اللي كيمارسوا الرياضة ممكن يشربوا حتى لجوج لترات ديال الماء يعني في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا، وهنا كيتم الضغط على الكلي بشكل كبير جدا. واخا كيفاش نعرفوا الأعراض أسماء ديال الناس اللي جاهم تسمم المائي؟ نعم، أول حاجة خاصو يكون بطبيعة الحال شرب الماء بهذه الطريقة، يعني ماشي غير شرب الماء ولكن شربها شرب كمية كبيرة ديال الماء فواحد المدة اللي هي قصيرة. مثلا في هذيك الساعة الماء كان هو شرب 3-4 لتر ديال الماء. تماما. وكنشوفوا هذا الشيء، هذا الشيء راه كنشوفوه، راه غير بعض الناس كيقدروا يستحملوا هذا الشيء وبعض الناس لا. الناس اللي فايت دارها ودازت بأمن وأمان ما يحاولوش يعاودوها. فمن الأعراض هو أولا حرق ديال الراس، كيجي حرق الراس إنسان وكيربطوا غالبا بالتعب وكيربطوا بأنه يعني بأنه كان عطشان إيتو. كيجي ليه إنسان دينوزي كيبغي يتقيا، ما كيبقاش مثلا كيبداو يبانوا ليه شي أشياء ولا يبقى يقول شي هضرة خارجة على النطاق، ولا يعني أولا مثلا ما تقدرش الكاس ديال الماء ولا كيتاكل كيطيح من أشياء من هذا القبيل. كيحس براسو عيان باغي غير يتكا ولا ينعس، ما كيقدرش يتنفس داخل خارج التواليت. لا تنسيون الا عبرنا له لا تنسيون كتبقى طالعه هابطه ماشي ثابته، ما كيبقاش يقدر يشوف مزيان. هادو كلهم اعراض ديال اللي لازم ومن مور هاد الشيء كيقدر يدخل يعني في غيبوبه الى ما تمش تدارك الامر، وكاين اللي كما كتبان عليه كاع الاعراض حتى كيدخل في غيبوبه. وهذا الشيء اللي لازم نردوا ليه البال. نعم، وتنظن يعني كثره التبول اعزكم الله حتى هي كتكون يعني مؤشر، وخصوصا اللون ديال التبول. نعم، اللون ديال الماء دائما خاصو يكون اصفر فاتح ماشي بيض. بيض راه كاين مشكل، غالق راه كاين مشكل. واخا هو دي احسن طريقه باش نراقبوا بها الكميات ديال الماء. حاجه اخرى دابا عندنا ايضا حتى الوليدات الصغار، لان فايت وقع نفس المشكل الطفل اللي سمعنا عليه العام اللي فات انه شرب كان كيجي له شرب كميه كبيره ديال الماء وطاح. احنا كنعرفوا ان الان عاوتاني مع ارتفاع درجه الحراره دائما كتطرح السؤال ديال ان لي بيبي واش غيشربوا الماء ولا ما يشربوش الماء. في الاشهر الاولى من الحياه ديالهم
احنا كنعرفوا ان الاطفال الرضع مثلا هاد السؤال ديما تيتطرح ليا، الطفل الرضيع راه كيعتمد حتى 6 شهور على الحليب، على شرب الحليب. نعم. حليب سواء كان حليب الام ولا الحليب يعني الاصطناعي. وبالتالي الا كان في الظروف العاديه يعني الطفل موضوع في درجه حراره عاديه في المنزل، هناك تهويه هناك تبريد، ايتو زعما ما غنحتاجوش نعطيوه الماء، لانه المعده ديالو صغيره وكياخذ ما يكفي من الماء من خلال الحليب اللي كيشربوا. ولكن ملي كتكون درجه حراره مرتفعه جدا وحتى الطفل يعني كنحسوا به صهاد وهذا، فكنقدروا نعطيو رعات ولكن كتكون ديال الماء ولكن محسوبه جدا. نعم. الماء المعدني مثلا بالمعلقه. الماء المعدني لا ماشي الماء المعدني، شكرا على السؤال لانه مهم جدا. الطفل الرضيع ما كنعطيوش الماء المعدني، هذه مليون مره الالف تنقولها، واخا كنشوفوها في الاعلانات واخا كيتم الترويج لها، الطفل الرضيع ما كنعطيوش مياه معدنيه، كنعطيوه مياه صنبور معالجه يعني عن طريق الغالي مثلا، حتى لا خصنا نقدروا نغليوها، ولكن ما كنعطيوش المياه المعدنيه نهائيا الا حاله ما كانت عندنا دولو بوطابل، ما عندناش الماء اللي نقدروا يكون ماء عادي ونقي، نقدروا يعني نعطيو للطفل في ديك اللحظه استثناء أنا شوية ديال المياه المعدنية عن طريق الملعقة يعني بكمية اللي هي قليلة وفترات متقطعة، يعني نعطيه معلقة الماء عشان يتسنى ونعطيه معلقة الماء وهي غادا. نعم. واخا واخا انا متفقه انا متفقه اسماء متفقه لحليمه سي بون الميساج وصل، وكنتمنوا كذلك حتى مستمعينا يكونوا متفقين معنا، لان الهدف ديالنا هو اننا نوعي ونفوسنا. كنعاود نقولها دائما معك اسماء، من المهم جدا اننا نردوا البال هذه التفاصيل الصغيره اللي عندها تاثير كبير جدا على الصحه ديالنا. لا اسماء شكرا جزيلا لك، شكرا على كل التوضيحات اللي عطيتينا اليوم حول التسمم المائي. نتلاقاوك باذن الله غدا على نفس التوقيت وطبعا على نفس الاذاعه.